شكرا. إذن مشاهدينا، هي مساحة مختلفة الآن من خلال صباح الشروق، وهي مساحة للوطن الثقافي الممنوع باللقاد وبالسحانات والطرائق المختلفة. نذهب مباشرة إلى الرهد ونعود من خلال صباح الشروق. الرهد أبو دكنة إحدى مدن ولاية شمال كردفان التي تمثل أنموذجاً لتعايش أهل السودان، حيث إنها تضم كافة قبائل السودان تجمعها محبة هذه المنطقة التي عرفت عند أهلها بالرهد أبو دكنة مسكين ما سكن، في رمزية للخير الذي تعيش في كنفه المدينة والمتمثل في وفرة المياه والأرض الخصبة ومزارع الخضر والفواكه. ارتبط اسم الرهد على مر العصور والأزمان بتردة الرهد، وهي مسطح مائي دائم بطول 14 كيلومتر يحيط بالمدينة من الناحية الغربية والجنوبية. التردة دي يعني من الأشياء اللي يعني مفروض تكون معلم رئيسي في ولاية شمال كردفان، وهي يعني الطول بتاعها 14 كيلو، دي فيهم موية وفيه سد، وفي نفس الوقت يعني مدينة الرهد بتشرب منه الشبكة بتاعت المياه، في محطة ضخمة جدا بتاعت مياه في التردة، ومدينة الرهد بتستفيد منها والمواطنين يعني بيستفيدوا منها. سميت تردة الرهد بهذا الاسم لأن المنطقة قديما كانت تضم مجموعة من المسطحات المائية الموسمية، ويسمى الواحد منها رهد، ونسبة لأن التربة طينية داكنة تقع وسط أسوار من الرمال الناعمة وتظللها أشجار الصنط، جاء اسم الرهد أبو دكنة. التردة اسم محلي أطلق على المسطح المائي بعد أن جرت عمليات لتوسعته وحفظ المياه من العبور إلى خور أبو حبل في العام 1965، وأصبحت مجموعة الرهود مسطحا دائما تسقى منه مدينة الرهد والقرى حول التردة والحيوانات ومزارع الخضر والفاكهة. على ضفتي التردة تنتشر البساتين والجنائن والمشاتل، وهي بيئة صالحة لأشجار البرتقال والجوافة والمانجو والليمون، وأدخلت الآن أنواع جديدة من أشجار الحمضيات والموالح فضلا على الخضروات بمختلف أنواعها، ويغطي إنتاجها من الخضر والفواكه حاضرة الولاية والمدن الأخرى، وينداح لأسواق الولايات المجاورة لشمال كردفان. حياة الناس هنا ارتبطت بهذه التردة في المأكل والمشرب، يزرعون حولها المحاصيل الغذائية والنقدية، ويصطادون الأسماك من جوفها، ويعبرونها جيئة وذهابا بين المدينة وقراهم، تمنحهم الحياة ويطوقونها بحبهم ورعايتهم. الدراسات التي أجريت على مياه التردة أثبتت صلاحيتها لتربية الأسماك وكفاية حاجة المنطقة منها، وبالفعل وضعت حكومة الولاية خطة لإنشاء مشروع لاستزراع الأسماك بتردة الرهد، إلا أن المشروع لم يرى النور نسبة لعدم توفير التمويل اللازم. مجموعة من الوديان والخيران تغذي التردة وترفدها بالمياه والطمي، مما يجعل تربتها صالحة للزراعة بكافة أنواعها. السواج التي تروى بواسطة الوابرات التي تسحب المياه من سطح التردة وتضخها إلى الأحواض وأشجار الفواكه تنتشر هي الأخرى بكثرة حول التردة، لتصبح بدورها متنفسا لمواطني الرهد، ويؤمها الكثيرون من مدينة الأبيض القريبة والمدن الأخرى. جبل الدائر يطل من على البعد شامخا خلف التردة، ويضفي على المنظر العام للتردة لمسة جمالية ساحرة. المروج الخضراء والمياه الوفيرة والرمال الناعمة التي تحيط بالتردة عوامل تشكل الوجه الجمالي، وهي مصدر جذب لطالبي الراحة والاستجمام. التردة بهذه المقومات الجمالية ستكون من أكبر المشروعات السياحية إذا وجدت قدرا يسيرا من الاهتمام، وفتحت أمامها أبواب الاستثمار في مجال تعليب الخضر والفواكه وتربية الأسماك. أصحاب الجناين ومزارعو الخضر حول التردة يشكون من تجاهل جهات الاختصاص لهم وتوقف مساعدات البنك الزراعي، مما صعب من الحصول على مدخلات الزراعة من تقاوي ومحروقات وأسمدة ومكافحة للأفات، مما زاد من معاناتهم.
كل ذلك بالإضافة إلى عدم وجود السوق وندرة ثلاجات حفظ الخضر والفواكه، مما يؤدي إلى تلف الكثير من المنتجات قبل وصولها للمستهلك. كل الآراء تتفق على أهمية التردة لمواطني هذه المنطقة، حيث إنها ارتبطت بحياتهم ارتباطا مباشرا، ويأملون في تسويرها وحمايتها من التلوث وزحف الرمال على ضفافها. وتبقى مدينة الرهد أبو دكنة موطنا للجمال الطبيعي وكريم العيش وأصالة الإنسان.